اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وكلامك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. سبحان العظيم الوهاب، سبحان الغفار التواب، سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب. سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا. اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله عزيزا. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتفريق الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق الناس من تراب، رافع
مغفر الذنب وطابق الثوب شديد العقاب. للقول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. نحمدك يا ربنا أن أوجدتنا من العدم وقدرتنا على سائر الأمم. اللهم لك الحمد بما يسرت لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به ارتباط. لك الحمد ربنا كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. لك الحمد سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالك ويحرم حرامك ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسفارنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين.
وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن النار إلى الجنة ومن البدعة إلى السنة ومن الشرك إلى التوحيد ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا يا مولانا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فكفته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على أدائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فلا تردنا عن جنابك فإن تردنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين وترك والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم ما أبقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك أن ترزقنا من النار
واخرجنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك وإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، واجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدوم إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود برحمتك يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والسراب وحدنا. اللهم أعنا على الموت والسكرة والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وقربته. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يضرينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعلنا آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين، اللهم اجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بيض وجوهنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت على الصراط أقدامنا حتى لا نهوي في نار جهنم على رؤوسنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا جوار نبيك المصطفى وحبيبك المجتبى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أورثنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه
فأنت المستعان ومنك الفرج وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا المسلمين في بعض البلدان، اللهم فارفع عنهم الضر، اللهم فارفع الضر عن المتضررين، اللهم فارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين الغاصبين. اللهم إن إخواننا هناك في حالة لا يعلمها إلا أنت، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وحفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم أكرمنا بالصلاة فيه قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن الصهاينة المعتدين قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، قتلوا النساء قتلوا النساء ونذروا الأشلاء وأراقوا الدماء. اللهم فكل إخواننا المسلمين المستضعفين هناك وفي كل مكان، اللهم شدد شل أعدائهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أمرهم في سفال وكيدهم في ضلال وسعيهم في وبال، إنك أنت الله الكريم المتعال. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق، اللهم احمل دماء المسلمين في العراق، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين، اللهم ارفع الحصار عن المحاصرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفذ كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وارحم الموتى من المسلمين يا رب العالمين. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك اللهم أن تتقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا وقيامنا وقيامنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعزق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار، اللهم فاكتبنا ممن أعتق من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعده على أمة الإسلام وقد تحقق لها العز والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين،
اللهم ارزقهم الوسط والاعتدال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم من الأفكار المنحرفة والمسالك الضالة، واعصمهم من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء وأفكار التفجير والتدمير والتكفير والتخريب والإلحاد والتغييب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم زينهن بالحجاب وجملهن بالحياء والعفة والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق علماءنا، اللهم وفق علماءنا لبيان الحق والدعوة إليه. اللهم وفق دعاة الإسلام واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم وفق إخواننا الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم على أداء رسالتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم اجزهم خيرا على ما يبذلون من حفظ أمننا والمرابطة على سرورنا. اللهم كبسهم وصبرهم واجزهم خيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتاهم واقتل شهداءهم ووفق أحياءهم لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم كن لهم على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين، اللهم اجعلهم لشرعك محكمين، ولسنة نبيك متبعين، ولأوليائك ناصرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أدم الأمن والأمان في سائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع الفقر والجهل والمرض عن أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد آمنة عزيزة منيعة بعز الإسلام يا ذا الجلال والإكرام، حائزة على الخيرات والبركات، سالمة من الكوارث والفتن والشرور والآفات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا عزيز يا وهاب، اللهم يا عزيز يا وهاب، سلم العالم من شرور القتل والعنف والتخريب والإرهاب، إنك أنت العزيز الوهاب،
وخص بذلك بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. وانشر الأمن والأمان في سائر بلاد الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح وسائل الإعلام، اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام، اللهم اجعلها وسائل توجيه ودعوة وتربية لما فيه الخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم في بلاد الإسلام، وولي على الإعلام والتعليم وسائر ثغور المسلمين الأمناء الأكفاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رد عن المسلمين حملات الإعلام المغرضة المعادية للإسلام والمسلمين. اللهم وفق المسلمين لإظهار الصورة المشرقة عن الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك، هذه نواصينا الخاطئة بين يديك. نسألك اللهم مسألة المساكين، ونسألك إليك ابتهال الخائفين، ونسألك مسألة الخاضعين، مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم ورغمت لك جباههم وذرفت لك عيونهم. ها نصبنا إليك وجوهنا ورفعنا إليك أكفنا، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين ولا عن بابك مصدودين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الحرم الشريف إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تكرمه أسئلة السائلين، يا من يعلم ضمائر الصامتين، يا جابر كسر المنكسرين، يا من لا يزداد على السؤال إلا تفضلا وإحسانا، يا من يحب الملحين بالدعاء. نسألك يا مولانا أن تتقبل دعاءنا، أن تتقبل دعاءنا، أن تتقبل دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار،
المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. السلام عليكم ورحمة الله.